السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله عندنا معلومات سريعة جدا عن الهايبرتنشن بأقل من كم دقيقة، يعني 5 دقائق تقريبا. زين، شنو هو الهايبرتنشن؟ مثل ما تعرفون أنه عندنا الهايبرتنشن هو معناها ارتفاع ضغط الدم. الهايبر معناها هاي صح، وتنشن معناها بلاد بريشر، فارتفاع ضغط الدم. زين، ارتفاع ضغط الدم. دقيقة، احنا لازم نعرف النورمال حتى نعرف شنو هو الهايبرتنشن أصلا، الحالة المرضية. زين، النورمال النورمال بلاد بريشر عندنا من 70 الى 110. شنو هو 70 وشنو 110؟ زين، هنا عندنا دايستوليك، زين، وهنا عندنا سيستوليك صح، سيستوليك. زين، شنو هو سيستوليك؟ معناها عندنا الهارت كونتراكشن، كونتراكشن اوف ذا هارت ايضا. زين، والدايستوليك معناها عندي اللي هي ريلاكسينج اوف ذا هارت. زين، يعني هنا عندنا السيستوليك اللي هو انقباض القلب حتى شنو؟ حتى يضخ دم. زين، والدايستوليك معناها ريلاكسينج اوف ذا هارت، تمام، ريلاكسينج اوف ذا هارت، ارتخاء القلب حتى شنو؟ حتى يسوي ريكفري ومن ثم يرجع يضخ مره اخرى. زين، هذا هو الدايستوليك وهذا هو السيستوليك. زين، خلينا نعرف النورمال. النورمال تقدر تقول ايضا ليس دان 120، اقل من 120، لكن هو الافضل تقول من 70 الى 110. زين، بعد عندنا الحالات المرضيه اللي ممكن نشوف بارتفاع، ممكن شخص مثلا عنده انفكشن فيفر وممكن يرتفع عنده ضغط الدم بشكل بسيط تقريبا شبه نورمال، اللي هو الحاله الاولى يسمونها elevated. هو 4 حالات طبعا عندي، 4 انواع: elevated وstage 1 stage 2 والcrisis hypertensive crisis، تمام، stage 1 elevated stage 1 stage 2 وhypertensive crisis. زين، بالنسبه للelevated اللي هو مرتفع بشكل يعني بدائي، زين، elevated ايش قد راح يرتفع عندي؟ يرتفع عندي اكثر من 120 الى 129، تمام. هذا بالنسبه للسيستوليك. يلا نبدا بالسيستوليك دايستوليك، من 120 الى 129، وايضا عندنا الدايستوليك راح يبقى 75 مثلا. لا، احنا مثل ما نعرف انه النورمال 70، صح، بالنسبه للدايستوليك بالالفيتد راح يكون مثلا 75 78، لكن هو اقل من 80، تمام، اقل من 80. زين، بالستيج 1 من 130 الى 139 بالنسبه للسيستوليك. دايستوليك اكثر من 80 الى 90، من 80 الى 89، تمام، او الى 90. زين، بالنسبه للستيج 2 اكثر من 140، تمام، اكثر من 140 بالنسبه للستيج 2. زين، لما نجي للدايستوليك هو اكثر من 90. زين، خلاص نجي للحاله الرابعه والاخيره اللي هو يسمونه هايبرتنسيف كرايسيس، وهذا هو جدا خطر، هذا جدا خطر، هذا ممكن يوقف الكلية، ممكن يضر الرئة، يعني يسبب emergency، يسبب emergency و urgency. ال urgency اللي هو ال end organ راح تكون ما مضرر، بالنسبة emergency لا، ال end organ راح تكون مضررة، ماشي. زين، بالنسبة للسيستوليك والدايستوليك، الدايستوليك والسيستوليك. زين، السيستوليك راح يكون أكثر من 80 والدايستوليك راح يكون أكثر من 120. تخيل الرقم أكثر من 120 بالنسبة للدايستوليك، يعني أكثر من الطبيعي، أكثر من السيستوليك الطبيعي، تخيل، أكثر من السيستوليك الطبيعي. زين، من هو هذا؟ أبو الهايبرتنسيف كرايسيس. فإذا عادة سريعة، يلا، النورمال من 70 إلى 120 إلى 110، تمام، إليفيتد عند ستيج 1 ستيج 2، وشنو؟ الكرايسيس، الإليفيتد من 120 إلى 129، من 120 إلى 129، 130 إلى 139، أكثر من 40، اكثر من 180، تمام. عندي هنا بالنسبه للاليفيتد اقل من 80، تمام، اقل من 80. هنا من 80 الى 89، اكثر من 90، هذا اكثر من 90، والاخر هنا عندي اكثر من 120. زين، هذا كملنا انواعه، عرفنا انواعه، عرفنا الطبيعي شنو هو. خلينا ننتقل شلون نقدر نقيس الضغط، يعني مثل ما نعرف انه من البريكيال ارتري، تمام، خلاص. زين، السيمتومز الاعراض، طبعا هو ما عليه اعراض اساسيه، كاوزس اسباب اساسيه ما عنده، تمام، لكن يعني شيء اسوشيتد يسمونها، مثلا مريض عنده فيفر وعنده انفكشن ممكن يصير عنده ارتفاع ضغط elevated او الى اخره من هاي الانواع. زين، عندنا الامرجنسي هايبرتنشن. امرجنسي لما يدخل طوارئ، مريض عنده هايبرتنشن دخل طوارئ راح يكون عنده هاي الاعراض: confusion, breathlessness, chest pain، يعني يحس نفسه ضيق نفس والى اخره. زين،
التريتمنت مال طبعا التريتمنت الفيرست لاين تريتمنت اوف ذا هايبرتنشن عندنا لايف ستايل تشينجز زين الدايت اذا مثلا سمين شويه نقول عنده اوبستي شويه نقول له قلل الوزن صح اكسرسايز ستريس ريدكشن قلل شويه بسبب ضغوط العمل قلل ستريس شويه عليه وايضا نعطيه ايضا علاجات اللي هي انتي هايبرتنسيف انتي هايبرتنسيف ميديكيشن هذا كل ما يخص بالنسبه هذا كل ما يخص بالنسبه لمنه بالنسبه لمنه بالنسبه للهايبرتنشن وبذلك نكون خلصنا ان شاء الله معلومات سريعه عن الهايبرتنشن باقل اعتقد اقل من 5 دقائق او هيك تحياتي.